حسين سعيد في 2019 سريعا مش نرجع الكلمة لسابرين. 2019 سعيد كان عنده حلم، احنا اقتربنا من محطة انتخابية، مهم جدا نرجعوا على وعود السيد سعيد، كيفاش انه دائما يجعل انه التغيير القانون الدستوري هو الممر للتغيير. ما سمعوش كان يقول، وسألوه بعد 5 سنوات ماذا فعل سعيد، خصوصا قرابة 3 سنوات وحده هو الفاتح الناطق. يلا سوف أراجع يعني كل ما يمس من سيادة تونس. نحن دولة، هذا التقسيم العالمي للعمل انتهى، وهم يحلون مشاكلهم في الغرب باختيارات تفرض علينا من الخارج، كما أنتم اخترتم من يتولى تمثيلكم بالرغم من التحفظات الكثيرة عن الديمقراطية النيابية التي أفلست في هذه الدول، أنتم اخترتم ما تريدون. نحن أيضا شعب يختار ماذا يريد، وحينما تكون هناك ثقة بين المواطن وبين من يتولى أمره، فحتى المتسول على قارعة الطريق سيساهم في هذا البناء. قلت ذات مرة لأحد المسؤولات على المستوى الجهوي، قلت لها أعطني فقط الإطار القانوني وسأحول المدارس في أحد ضواحي تونس الفقيرة، سأحولها إلى مدارس أفضل من المدارس في إزدندة بإمكانيات البؤساء والفقراء. نعم أستاذ صابرين، كنت أسمع سيد سعيد في 2019 في حملة انتخابية، أعطيني إطار القانوني نحول لك مدرسة في أفقر بلاصة إزلندا. خذيت أوزرلي أنا نشوف أنه إذا كل كلام، حتى قبل قال أنه مش بشي يمس بالقوانين ومش بشي يمس بالدستور، وقبلها كيف عمل أسختما ما أروح، وكنا نعرفوه كان معناتها أستاذ قانون دستوري، ينفان مساعد أستاذ قانون دستوري، كان يفتي في التجمع الديمقراطي. أنا جوز حبيت نقول حاجة قبيلة نسمع في نصر الدين تحدث على كيفاش انه السيد هذا كيفاش جاي، معناتها جاي ضد رشد الغنوشي، الاستاذ رشد الغنوشي، لانه معاديه فكريا. انا نشوفها ابعد من هكا برشا، انا نشوفها انه منظومه بوليسيه في وقت من الاوقات كانت، خاطر تعرف انه الحركه الاسلاميه كبيره في تونس، انتوكا اكبر من اليسار التونسي، لكن قبل ما تتعدى لضرب اليسار التونسي والحقوقيين والنشطاء والمنظمات لازم تضرب هذه الحركه الكبيره. ما تنجمش معناتها ما تضربهاش اذا تحب تمشي في تكتيكاتها من اجل استرجاع الدوله لها واسترجاع مؤسسات البلاد لها الى اخره. دونك ماهيش حرب فكريه، هي حرب منظومه قديمه بوليسيه ماهيش حاجتها بينا باش نمشيو لك 18 اكتوبر اللي سامحوني في الكلمه يعمل لهم الجاير كالتقاء العقول الوطنية بجميع اختلافاتها، يمين يسار علمانيين إسلاميين، أعطينا نبنيو السيس نتاع بلادنا الصحيح. هذا اللي كنا ماشيين به، وهذا اللي التقوا فيه ذات 18 أكتوبر، وتقلقت المنظومة هذيك البوليسية، منظومة بن علي. تبدل بن علي جاء حد آخر ماهوش بن علي، لكن العقلية هي إنسان مستبد، إنسان سلطوي لا يؤمن بالأحزاب ولا الجمعيات ولا لا يؤمن بالرأي المخالف اصلا. ما تقال لك حتى جيت لازمكم تتعلموا تفكروا، قال حرية التفكير قبل حرية التعبير. كيفاش؟ حرية التفكير قبل حرية التعبير. ومن سيعلمنا حرية التفكير بعصا البوليس وبعصا المدبية اليوم باش يعلمنا؟ هذا اللي يخوف راو. انت عبيد تجي تقول لك ليه وما هذا مجست ضد الفساد وضد القلم، اعطيوني شكون هم الفساد وش عملوا؟ ما فما حتى ملف، فما كان ناس متعدي على ارائها وعلى افكارها. نعم. ناس متقلق منها. الاستاذ قايد سعيد يجاوني خل نفهم وش قاعد صاير في بلاد، نفهم وراه اختر، ما يحبوش يفهموا، يقول لك ليه فساد، يمشيو ثبتوا في الملفات الناس علاش في الحبس كما قلت الاستاذ راشد الغنوشي. معناتها بالحق هاو نعطيك تصريح رئيس جمعيه القضاة السيد صابرين، رئيس جمعيه القضاة في ذكرى 47 الرابطة، يقول إننا في وضع خطير جدا لأن القضاء لم يتبقى منه إلا النزر القليل. سيد أنس الحميدي إلا النزر القليل استقلالية، وهذا القليل مستهدف، ومن واجبنا كمنظمات مجتمع مدني السهر على المكاسب المتعددة، وتعلمون أنني ألقاكم اليوم وقد لا ألقاكم في وقت قريب. هذا رئيس جمعية قضاة
منعوهم الخروج من استعمار فتح باش يشارك في ندوه دوليه افريقيه، وقد القاكم في وقت قريب من خلال المحاكمات التي تثار ضد رئيس جمعيه القضاة. اقول لكم لم يبقى في عمري هذه المعركه الكثير، وان لم نتحد جميعا مثل ما اشار الى ذلك رئيس الرابطه ونبني هذه الجبهه الديمقراطيه الحقوقيه الشامله والواسعه على الدفاع عن جميع المكتسبات في مقدمتها القضاء المستقل. تعديل سريع قبل احيل كلمه اخيره سيدي نصر الدين. نعم الكلمه ليا. نعم تعريج اخير سيده صبري. نعم اي انا بالنسبه ليا كما قلت وفرحانه برشا لانه الناس اليوم الكل اتحدت وفاقت، وكما قلت قبيله لو 18 اكتوبر 18 اكتوبر هو اللي فاق، اي العقول الوطنيه بجميع اختلافاتها فهمت انه الكارثه نتاعنا اليوم هي هذه السرطان هذا ها عقليه السرطان هذا نتاع الدكتاتوريه ونتاع الاستبداد، وانه الهدف نتاعنا المؤسسات هذيك هي اللي تتبنى مؤسسات دوله وهيئات دستورية ودستور بلاد، ونبنيو بلادنا باش تكون بالحق بلاد قوية غدوة فيكتما، وباش نجم كما كان يحكي لسيد قيس سعيد ولي وما يعطيوناش الأوامر وما نعرف شنو، إيه كما باش تقعد أنت على طاولة الأمم الأخرى وتضرب على الطاولة على حقوقك وعلى حرياتك وعلى 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 حتى كومون دير على السيادة الوطنية اللي اليوم يحكي على السيادة الوطنية. السيادة الوطنية كي نتفرجوا واش قاعد صاير اليوم في بلادنا، معناتها المستثمرين هاربين، الاقتصاد ماشي، ناخذوا في قروضات باش نخلصوا القروضات نتاع العام اللي قبله، لا فما استثمار لا فما حتى شيء، ناخذوا من المال الداخلي باه انا خذينا انا فضيناها عام السنة والعام اللي بعده ايش باش نعملوا؟ عندك ملف هجرة اليوم كي نقولوا العقل الوطني اللي حاجتنا به في البلاد مش عقل شخص واحد، العقل الوطني اي وحدة العقول الكل وحدة العقول.